السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. خوتي خياتي، هذا الفيديو مهم ومهم جدا. نتمنى من الجميع لايك للفيديو، اشتراك في القناة، بارتاجي عندك، ولا على الأقل دير في بالك مليح واش راح نقول لك في هذا الفيديو. والله معلومات مؤكدة، والله معلومات مؤكدة وحقيقية، أن الجزائر رانا نتعرض إلى مؤامرة كبيرة من النظام المخزني والنظام الإماراتي وكيان والنظام البنيصوص، وسموا كل الدول المعادية للجزائر. كما على بالكم، استقرار الجزائر ما راهوش فقط في الجانب الاقتصادي، ما راهوش فقط في الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي، حتى الجانب الرياضي تقدر تلعب عليه على عامل الاستقرار في الجزائر. كل هذه الدول المعادية للجزائر أحبابنا خوتنا راهي تستثمر في قضية اسمها وليد صادي، قضية اسمها جمال بن ماضي، قضية اسمها المنتخب الوطني الجزائري. لذلك أنا من واجبي في هذا الفيديو والله نحذركم، لأننا لما شفت الصفحات المشبوهة اللي نفس الصفحة تكتب لك مقال تحرض فيه على وليد صادي، ومن بعد دير لك مقال تحرض فيه على جمال بن ماضي، والله توحد الله. باش ما نطولكمش الفيديو، ندخل في الحسابات ونوري لكم بلي كابتور، باسكو مانيش حاب زين ندير بيبليسيتي لهذو لي كونت، لانه على بالو كان ندير لك الصفحه تحوس عليها، اللي ما على بالوش خليه ما على بالوش. واش حبيت نقول لكم في هذه في هذا الفيديو احبابنا خاوتنا، ولو انه ماشي من محتوى القناه ندخلوا في الامور نوعا ما السياسيه، لكن لما يكون الجانب الرياضي عنده علاقه ب استقرار الجزائر لازم نتكلموا عليه وتولي واجب نتاع كل شخص. لذلك احبابنا خاوتنا اينما كنتم في هذا الوطن، تاكدوا مع من راكم تتفاعلوا، تاكدوا انه تصبح فقط هذه القضيه قضيه داخليه. انت مع بقاء جمال بالماضي، انت ضد بقاء جمال بالماضي، انت مع وليد صادي، انت ضد وليد صادي، كل واحد عنده راي، كل واحد يقدم حجه، لكن تبقى في حاجه او في دائره اسمها قضيه جزائريه رياضيه، حنا اللي نتكفلوا بها، كل واحد يقدم رايه، وعدنا ناس راهي تخدم على هذا الشيء، وتحبس ما بين الجزائريين والسلام عليكم. ما نروحوش ندخلوا اطراف. والطامه الكبرى او الحاجه اللي فريمون صح تقلق لما تلقى الجزائريين يتفاعلوا مع صفحات اجنبيه، بار اكزومبل يستعملوا هذاك المصطلح نتاع عدوي صديقي، انت راك ضد جمال بالماضي باش يبقى، ماشي نروح انا صفحه اجنبيه اللي تحرض فيا على جمال بالماضي، انت جزائري تفاعل مع جزائري، قدم صوتك مع جزائري، ما تستعملش الصفحات الاجنبيه وما تستعملش اعداء الخارج باش تضرب انت وليد بلادك، لانه وليد بلادك يبقى وليد بلادك. صح ما نتفهموش، لكن لما تكون حاجة اسمها قضية وعالم، ما عدناش هذا الشاوي وهذا قبايلي، عدنا كامل جزائريين، ورانا كامل كما احنا نقولوا تحت عالم أخضر أحمر أبيض، وعدنا كامل نفس بطاقة التعريف الوطنية. لذلك لا داعي أننا نروحوا يعني نستنجدوا بالأنظمة الخارجية المخزنية باش نضربوا فلان على لخطش فلان راهو ضد وليد صادي، أو فلان راهو ضد جمال بالماضي. لا، هذه لن يقبل. انت راك معاه، انت راك ضدك، اتكلم معاه عادي، عبر على صوتك عادي، عبر على وجهه نظر تاعك عادي. انا يا خويا مع جمال بالماضي، انا ضد جمال بالماضي، واحد ما راح يسلك، واحد ما راح يقول لك واش راك تدير، لكن ما تروحش تستعين بصفحات خارجيه، ولا تروح تدعم صفحات خارجيه باش انت لازم تكون ضد هذا ولا تكون ضد هذا. لذلك الامر راهي خطيره وخطيره جدا. واش راهم حابين يديروا الانظمه الخارجيه اللي راكم على بالكم شكون هما، راهم يستثمروا في هذه النقطه، يروحوا صفحه من الجهه راهي مع جمال وتذكر لك محاسن جمال، ومن بعد يدير لك صفحه واحده اخرى ضد جمال باش انت تلم اشخاص ضد هذا وتلم اشخاص مع هذا، ومن بعد تيك تحرضهم على يجب الخروج في مسيرات ويجب الخروج امام القنوات ولا جمل الضرب ونكسره، ومن بعد تيك باينه. حنا الجزائريين لما يتلاقى هذا ويتلاقى مع هذا ما راحش يصلوا صلاه الجماعه كيف كيف، باينه بلي راح تكون يعني اقل ما يمكن فعله هو يعني خروج على المالوف، نخلوها باش ما نقولوش كلام اخر، لكن راح نوصلوا الى حاله لا يحمد عقباها. هنا
الأنظمة الخارجية يريحوا يتفرجوا فينا. لذلك أول شيء أولا قبل كل شيء ما نعطوش الحاجة أكثر من حجمها. هذه راهي ما هي إلا كرة قدم، هذه ما هي إلا رياضة، ما ندخلوهاش الجانب السياسي وندخلوا فيها الوطنية وندخلوا فيها الخوانة وندخلوا فيها كل واحد ورايه. كما أنت ماذا بيك الناس تحترمك باسكو لازم تقول أنه وليد صادي يرحل، كما لازم تحترم شخص بيقول وليد صادي يبقى. كل واحد عنده حجة، واللي عنده حاجة ملموسة حاجة ملموسة يكشفها على المباشر، ماشي فقط يعني مخبي لي وراء الحواسيب وتبدا عندنا هذو عصابة وهذه ماشي عصابة، واحد جمال بالماضي عنده عصابة والاخر وليد صادي عنده عصابة، بصح لكن ما شفنا احنا حتى ملموس اللي عنده الأدلة يخرج لنا عبر الطاولة يقول هاي واش كاين هاي واش كاين هاي واش كاين. وش حبيت نقول لكم يا ناس يا شعب الجزائري، يعني ما تاخذوش الامور من منطلق واحد، ماشي اللي يجي يما احنا نقولوا اللي يبكي لك تامنوا، وماشي اللي يجي يضحك لك تامنوا. اللي يجي يقول لك جمل بالماضي كون عصابه قول له اعطيني مثال اعطيني ادله ملموسه اكشف لي حقائق، والعكس صحيح. اللي يجي يقول لك انه وليد صادق عصابه اعطيني امثله اعطيني ادله، هذه هي هنا باش نقدروا نمشوا ونعرف مع منو وقفوا. لكن لحد الساعه ولا فلان بين ولا علان بين، راها كل واحد راه يضرب إلى مصالحه الشخصية، ولا نعلم من يمول هذه الصفحات. لذلك حبابنا خاوتنا نعيد وأقول وأكرر، قضية داخلية تبقى قضية داخلية، قضية عندها علاقة بالمنتخب الجزائري، قضية عندها علاقة بالمدرب الجزائري، ما كان له نستعين بصفحات مغربية، وما كان له نروح إلى صفحات أجنبية، وما كان له نتبع الأجنب واش راهم يقولوا، ولا الناصر الأجنبي باسكو راهو عنده نفس وجهة النظر نتاعي. لا، أنت جزائري عندك رأيك عبر على رأيك كما تحب، لكن ما تسمعش إلى الأجانب واش راهم يقولوا، وما تسمعش إلى الغرب واش راهم يقولوا، لأنه هذو الصفحات الأجنبية كما راهم يعني يقول لك ليك أنت وي عندك الحق، راهم يقولوا العدو نتاعك بالنسبة لهم يقولوا أيضا وي عندك الحق. لذلك الهدف نتاعهم وشنو هذا؟ الهدف نتاعهم هو الصراع، هذا الهدف نتاعهم هو أنه يستثمروا في هذه القضية، الهدف نتاعهم هو كيف كما حنا نقولوا يخلقوا من الحبة قبة، هو هدفهم أنه يشوفوا الشعب الجزائري متناحر فيما بينه، هدفهم يشوفوا المسيرات والشغب ولو على حساب الجانب الرياضي، ماشي هدفهم يحبوك أنت لما جاوا ليك باسكو تحب الماضي، خطأ هما تحب بالماضي ما تحبش بالماضي، تحب صادي ما تحبش وليد صادي، والله لا يهمهم شيئا، ما يهمهم هو الفوضى في الجزائر وإشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. هاوش عم حابين يشوفوا الجزائر، لأنه بقاء جمال بالماضي أو عدم بقاؤه والله لن يزيدهم في البيت شعرا ولن يغنيهم من شيء. لذلك ردوا بالكم خوتنا الجزائريين، قضية داخلية تبقى خاصة بالجزائر وحدها، وكما كان الحال نحلوها كما تكون نفروها، لكن ما نستعينوش بصفحات وما ندعموش صفحات باسكو عندها نفس وجهة النظر نتاعي. وجهة رأيي شاركونا برأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.